مرحبا يا أصدقاء، مرحبا يا أساطير، أهلا وسهلا فيكم جميعا. حلقتنا اليوم راح تكون أسطورية يا أساطير. من عناصر القوة عند المرأة الجاسوسة هي الأنوثة الطاغية، كيف تستخدمها لإغراء الرجل عشان توقعه في فخ سحرها. بتستغل ضعفه عند جمالها وأنوثتها، بروح بيحكي كل أسراره حتى الأسرار المهمة. إشي أكيد في الحروب بتتنشط عمليات التجسس، وفي الحرب العالمية الثانية نشطت عمليات التجسس لدرجة انه جندوا الرقصات والممثلات لانه من السهل يتنقلوا ومحدش يشك فيهم، وغير هيك ممكن يتخافوا ورا شهرتهم ويستخدموها عشان يتجسسوا على النازيين في فرنسا. ومن ضمن الفنانات اللي جندوهم في الحرب العالمية الثانية كانت جوزفين بيكر، اشهر واجرأ جاسوسة في الحرب العالمية الثانية. فمين هي جوزفين بيكر؟ خلينا نتعرف عليها اكثر، بس قبل ما نبدأ بالقصة لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهاتوا الانترو ولا وقف قبل ما تجيبوا الانترو، اعطونا لايك، اعطونا دعم اخوان، تعليقاتكم الحلوة، وهاتوا الانترو. جوزفين بيكر انولدت في سان لويس في ولاية ميسوري الامريكية في عام 1906. كانت فقيرة جدا، فقر مدقع، ووالدها ما كان بيصرف عليها. اتعلمت جوزفين تعليم بسيط وكانت تعيش حياة صعبة، ورغم هيك اتجوزت للمرة الأولى وهي عمرها 13 سنة، وتعرضت للعنصرية عشان لون بشرتها، وهذا اللي أثر على نفسيتها وحياتها. فقررت جوزفين تتعلم الرقص، ولما كان عمرها 19 سنة سافرت على باريس عشان تبدأ مسيرتها في الفن والرقص في النوادي الليلية، وبعدين احترفت في مجال الغناء، وبعد هيك صارت تتطور شوي شوي لحد ما دخلت في مجال التمثيل والغنى في الأفلام، ونجحت جوزفين نجاح ملحوظ، وهذا اللي خلاها من أعلى الفنانين أجرا في أوروبا كلها، يعني أي أعلى راتب في مجال التمثيل والغنى. جوزفين انشهرت في أوروبا، وهذه الشهرة مهدت الطريق عشان تكون جاسوسة، وتم ترشيح جوزفين عشان تكون أشهر جاسوسة في باريس بسبب شهرتها في مجال التمثيل، لأنه ما حدا راح يشك في تحركاتها ولا في سهراتها شبه اليومية. صارت تشارك في حفلات السفرات خاصة اليابانية والإيطالية، ومن خلال سهراتها صارت تسرب معلومات مهمة للمخابرات في فرنسا في فترة الحرب ضد المحتل النازي. فخدمت جوزفين فرنسا كأنها مواطنة فرنسية، كانت تحكي أنه باريس أعطتها الشهرة والحرية والثراء والغنى على عكس اللي عاشته في أمريكا من فقر مدقع وتمييز عنصري اللي كانت جوزفين تكرهه. عشان هيك قررت تواصل عملها في طريق الجاسوسية للنهاية عشان تخدم الدولة اللي احتوتها. كانت جوزفين تستغل حفلاتها وتنقلاتها من حفل لحفل عشان تنفذ المهام التجسسية، وكل حفل كانت بتجمع معلومات بتهم دول الحلفاء، وكانت تتجسس على كل إشي بدها تعمله دول المحور. جوزفين ما كانت تهتم انه في يوم من الايام حيقبض عليها، كانت شجاعة جدا، ما كان يبين عليها علامات الخوف. استمرت جوزفين في عروض الرقص في باريس حتى بعد ما دخلت قوات ألمانيا النازية واحتلال فرنسا، وغنت للجنود الموجودين على جبهات القتال ودعمت المشردين في أنحاء المدينة. كانت جوزفين الرقاصة السمراء تعمل جاسوسة بجد واجتهاد، يعني زي على القناة، حتى أغلق النازيين مدينة باريس في أول يونيو من عام 1940، فتلقت أوامر عشان تطلع من باريس، فاضطرت تحمل أغراضها وممتلكاتها في سيارات صغيرة وراحت تعيش في قصر في جنوب الغرب لباريس. وبعد هيك احتلوا منزلها القديم، وفي بيتها الجديد كانت جوزفين تخبي كل اللي بيلجأ إلها من أعضاء المقاومة الفرنسية، وبدت بيكر تهرب وثائق مهمة لجنرال فرنسا المشهور ديغول في نوفمبر عام 1940 اللي كان منفي في لندن. وبعد هيك سافرت للبرتغال عن طريق اسبانيا، وفي اثناء السفر خبت في ملابسها صور سريه مهمه ومعلومات عن تحركات القوات النازيه في فرنسا، وعشان هذه المعلومات سريه ومهمه جوزفين نجحت في اخفائها وقدرت تسافر فيها بدون ما حدا يشك فيها. في اسبانيا والبرتغال استمرت جوزفين في عملها التجسسي في حفلات السفرات، واخفت المعلومات في اوراق خاصه وكانت تعطيها للعميل السري اللي بيشتغل معها، واستغلت موضوع التوقيعات عشانها فنانه مشهوره عشان تغطي على عملها في التجسس. وبسبب ذكاء الاستخبارات اللي عندها نجحت جوزفين في عملها لأنه ما حدا قدر يكشفها، وكانت تعيش حياة مزدوجة تجمع بين الغنى والرقص والتجسس على مستوى عالي، وسافرت لشمال أفريقيا عشان تساعد المقاومة الفرنسية هناك. وفي هذاك الوقت كانت فرنسا بتحتل المغرب والجزائر وتونس، وكانت في حرب عسكرية قوية بين الحلفاء من جهة والمحور من جهة تانية. جوزفين استغلت نفوذها في تأمين جوازات سفر لليهود اللي هربوا من النازيين في أوروبا الشرقية، وكانت جوزفين تتجول في الجزائر وشافت كل اللي بيعملوا الاحتلال الفرنسي، لكن ما قدرت تحكي ولا كلمة ضد فرنسا عشان فرنسا البلد اللي تبنتها. جوزفين كانت بتحتل مكانة اجتماعية راقية، كل هذا خلاها تغمض عينيها عن جانب الآخر لدولة فرنسا المحتلة.
بس كانت تهتم بجانب فرنسا المحتلة من قبل ألمانيا النازية. وفي عام 1941 مرضت جوزفين وعملت عمليات كتيرة، وفي أثناء مرضها وقبل ما تتعافى من مرضها كانت بتجتمع مع دبلوماسيين أمريكيين وممثلين من المقاومة الفرنسية. حتى في أثناء مرضها ما توقفت عن التجسس، وبعد ما انشفت من مرضها رجعت لباريس بعد غياب 4 سنوات وبعد خروج النازيين من المدينة. صارت تتجول بسيارتها في شوارع باريس، والناس في هذاك الوقت كانت تحتفل بالنصر وكانت ترمي الزهور على سيارة المقاومة الفرنسية. وهيك صارت جوزفين بيكر بطلة قومية فرنسية، تم تكريمها في عام 1961 وحصلت على وسمين من أرفع الأوسمة الشرفية العسكرية. وجوزفين كانت بتحكي فخورة جدا وسعيدة لأنها عملت على تحرير فرنسا من الاحتلال النازي. وذكرت جوزفين أنها عاشت في فرنسا الحياة اللي بتحلم فيها وعطتها من الحرية والشهرة اللي ما عطتها يا بلدها. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية انتهى دور الرقاصة والجاسوس السمراء، وظلت قصتها على كل لسان كأجرأ وأشهر جاسوسة في تاريخ أوروبا. جوزفين ما أنجبت أطفال، لكن تبنت 12 طفل من قوميات أديان مختلفة عشان تلغي فكرة التمييز العنصري اللي عانت منها في طفولتها وتثبت انه تعايش بين البشر ممكن. جوزفين توفت بكل هدوء خلال نومها بعد اخر حفلة إلها في عام 1975 بسبب نزيف في المخ، ودفنوها في مقبرة العظماء تكريما إلها ولأعمالها البطولية. مقبرة العظماء في باريس هذه المقبرة اللي بندفن فيها كبار الشخصيات المشهورة والعالمية مثل العالم كوري والكاتب فيكتور هوجو. وهيك بتكون جوزفين سادس امرأة تنضم لحوالي 80 بطل قومي، وجوزفين أول امرأة سمراء تنضم لمقبرة العظماء في فرنسا. وقبل وفاتها حاربت ضد الفصل العنصري الأمريكي خلال جولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1951، وهذا اللي خلى مكتب التحقيقات الفيدرالي يوصفها بأنها شيوعية وانمنعت من دخول وطنها لمدة عقد كامل. رفعوا الحظر عنها من قبل الرئيس جون كيندي في عام 1963، ولما رجعت لفرنسا اتبنت 12 طفل من جميع أنحاء العالم وأنشأت قبيلة قوس قزح عشان تثبت رؤيتها الخاصة الأخوة العالمية. سامحونا طبعا على انفعالنا بالفيديو وحماسنا للزيادة، كان عند الواحد طاقة وبدي فرغها. بغض النظر عن انه دولة فرنسا دولة استعمارية، لكن اللي بهمنا من القصة هذه هي الوفاء والاخلاص الوطني. مواطنة امريكية خدمت دولة فرنسا، دولة مش دولتها. وياريت الشعوب العربية تعتبر من هذه القصة وبس. والله هذه قصتنا لليوم، واذا كنتم حابين المحتوى القصص الغموض التاريخية، قصص قتل، قصص مثيرة للجدل، قصص مثيرة للاهتمام، تدعمونا على صفحتنا فيسبوك. وأنا بهمني تعليقاتكم يا أحلى متابعين، وتفاعلوا معي على المنتدى وشاركوا أراءكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.